ولمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الأمر ينضم إلينا من واشنطن السيد ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا ومرحبا بك سيد ماركو. يعني أتحدث معك في هذه المعطيات التي ذكرتها التقارير الإسرائيلية بأن بلينكن يتحدث عن معارضة الولايات المتحدة ومعارضته للاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان. هنا أتساءل إلى أي مدى فعلا وحقا الولايات المتحدة جادة في معارضتها لهذه الحرب على لبنان؟ تحياتي احمد وتحياتي للساده المشاهدين. يعني اتوقع ان كل هذه التصريحات، نعلم جدا بان الاداره الامريكيه كانت غير جاده في او غير مدعمه لتوسيع رقعه الصراع في الشرق الاوسط، ونعم تريد وقف اطلاق النار، ولكن غير جاده في دفع هذا الثمن السياسي الباهظ الان، خاصه في ان نحن على بعد اقل من شهر للانتخابات الامريكيه. نجد ان هذه التصريحات ليس لها قيمه على الاطلاق فيما يحدث على ارض الواقع، اما اذا كان وزير الخارجيه الامريكي كان معارض لما يحدث الان في لبنان، ما اذا كان الرئيس بايدن معارض لما يحدث في لبنان، ولكن هذا لن يغير الوضع في شيء. نرى ان كل يوم في غارات اسرائيليه موجوده، نرى ان تدخل بري موجود من اسرائيل في دوله لبنان، وايضا سقوط العديد من المدنيين، وكل هذه الاعمال الاجراميه الموجوده في الشرق الاوسط او توسع رقعه الصراع هو اكثر ما يكفي في الاداره الامريكيه. نجد انه يحدث بالفعل بغض النظر عن هذه التصريحات الدبلوماسيه الرنانه. ايضا عندما نتحدث عن الامتعاض الامريكي من تصرفات بنيامين نتنياهو، نتحدث عن الكتاب الذي تم كشف النقابه عنه، ويتحدث عن ان جو بايدن كان ممتعض بشكل كبير جدا بتصرفات بنيامين نتنياهو، وهذا الامتعاض يعني ليس بسر وليس بالامر الذي يرفع عنه السريه. نعلم جدا هذا الامتعاض الموجود بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، والامر يعني خلف الابواب المغلقه كان يختلف عن التصريحات التي رايناها من جو بايدن. رغم ان جو بايدن كان ممتعض بشكل كبير، حتى قام بوصف بنيامين نتنياهو بعبارات يعني كبيره جدا غير قابله للطرح العام، نرى انه تلفظ عليه بالفاظ كبيره، كل هذا تم ذكره في الكتاب. يعني هذا الكتاب يعني او هذه التصريحات او هذه الكلمات التي نعرفها كيف وصف بها جو بايدن بنيامين نتنياهو، نعلم بالفعل ان هذا الانقسام الحاد او الامتعاض الكبير ما بين الاداره الامريكيه وبين بنيامين نتنياهو هو امر حقيقي وامر جلل وامر يعني يكبر يوم عن يوم، ولكن هذا لا يغير الواقع في شيء. يعني كل هذه الاخبار رايناها منذ حوالي 4 أو 5 أشهر، راينا كثيرا من المحاولات الامريكيه لوقف اطلاق النار، ما اذا كان مقترح بايدن، ما اذا كان جولات المفاوضات المختلفه، كل هذا ذهب الريح. لماذا؟ لان بنيامين نتنياهو يصر على فعل ما يريد، وهو توسيع رقعه الصراع او على الاقل اطاله امد الصراع حتى نصل الى الانتخابات الامريكيه. الان نتحدث عن تقارير امريكيه تقول بان بنيامين نتنياهو يريد بالفعل فوز او دعم الرئيس الامريكي السابق ترامب، لانه يرى بان ترامب هو الحليف الاقوى لاسرائيل، ويعلم بان يعني ترامب سوف يقوم بدعم اسرائيل لم تنهي. الان نتحدث عن ان بنيامين نتنياهو يشتكي من الدعم الامريكي تحت اداره بايدن، يعني نتحدث عن كل هذه المليارات وكل هذا الدعم السياسي او الدبلوماسي الكبير الامريكي، هذا ليس بالكافي من وجهه نظر بنيامين نتنياهو، ويريد دونالد ترامب ان يكون في الحكم حتى يكون بدعم اسرائيل، او على الاقل دعنا نقول ان بعقد صفقات تؤدي الى وقف اطلاق النار، ثم من هذه المكانه نتحدث عن مكاسب سياسيه لدوله اسرائيل في المنطقه. نعم، كل هذه التصريحات ليس لها اساس على ارض الواقع، ولكنها تصريحات لمجرد لرفع الحرج او رفع المسؤوليه الاخلاقيه على الاداره الامريكيه.